أعزائي مشاهدي الوطن في كل مكان، أهلا بكم معانا من داخل إحدى اللانشات بنهر النيل بمحافظة دمياط. زي ما حضراتكم متابعين معانا، رافعين أعلام مصر عالية تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، وبالطبل والمزمار يحضرون أكبر مؤتمر حاشد ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط. زي ما حضراتكم شايفين، عشرات من المراكب واللانشات حاملين أعلام مصر، جولة من مدينة عزبة البرج إلى منطقة الأعصر حيث أكبر مؤتمر حاشد يعقد في محافظة دمياط تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة. رافعين أعلام مصر لانشات في محافظة دمياط تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة. زي ما حضراتكم متابعين معانا، عشرات المراكب واللانشات من عزبة البرج إلى محافظة دمياط لحضور المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط تأييدا للمرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة. زي ما حضراتكم شايفين، بالطبل والمزمار وأعلام مصر على اللانشات في نهر النيل يعبرون عن فرحتهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة قادمة.